اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. هنبدا معاكم اولى فقراتنا، فقره الاخبار. اول حاجه معانا عن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفه البهره بالهند، يرافقه شقيقه الامير القائد جوهر عز الدين وانجاله الامير جعفر الصادق عماد الدين والامير طه نجم الدين والامير حسين برهان الدين. ده كان بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه والسيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهره. هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب. برحب بحضراتكم من جديد ونأخذ مع بعض الخبر الأول، والخبر الأول يخص القضية الفلسطينية، والخبر بيقول مصر ترحب بقرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فقد رحبت مصر بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف مع السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح خير مع السفير. صباح خير مايكل ليج والسادة المشاهدين. نورنا يا فندم في صباح مين. أهلا بيك. عايزين نعرف فندم في البداية أهمية هذا القرار وإيه اللي هيعود بفوائد أو بامتيازات لفلسطين. يعني أهمية هذا القرار إن عندنا 143 دولة ضد 9 الممتنعين والغائبين. على فكرة في 16 دولة لم تحضر الاجتماع اساسا، يعني اتفضلت ان هي تغيب ولا يعني ما جتش الاجتماع. ده طبعا ناتج عن الضغوط الامريكيه الشديده اللي كانت عاوزه تقلل عدد الاعضاء المصوتين. فاللي صوتوا يتجاوز الثلثين، وبالتالي هنا طلبوا اعاده الموضوع للعرض على مجلس الامن.
حتى يكتمل المتطلبات ان دولة تبقى عضو لازم يوافق مجلس الامن والجمعية العمومية. فيعني نمرة واحد ان ما فيش الا 9 دول اللي اعترض من 193 دولة. النقطة الثانية ان القرار مش بس ان هو بيقول احقية فلسطين في عضوية كاملة، انما اعطاها مزايا حتى بدون موافقة مجلس الامن. اول ميزه انها اعتبارا من الجمعيه العامه للامم المتحده القادمه في سبتمبر القادم ستعامل وكانها عضو كامل، بمعنى انها تاخد مقعد دائم موجود ليها في القاعه بحسب الحروف الابجديه. بعد ما كانت ضيفه، اللي ما هي عضو مراقب بتبقى ضيفه، بتقعد ضيفه وتمشي. الحاجه الثانيه ان لها الحق في تعديل بعض القرارات، إضافة مقترحات وتقديم تعديلات لبعض القرارات اللي بتصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الناحية الأخرى إنها من حقها المشاركة في جميع المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة، سواء في وكالاتها المتخصصة أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيح. إلى جانب إنها بتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعادة عرض الموضوع على مجلس الأمن للتصويت بقبول العضوية، لأن مفيش إلا دولة واحدة في مجلس الأمن اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فمن هنا القرار ليس فقط إنها مؤهلة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وإنما إن أعطاها مزايا هي مزايا الدول دائمة العضوية. صحيح. تحياتي لحضرتك سعادة السفير. ويعني القرار كمان نص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحفاظ على الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية. يعني أهمية هذا القرار في التوقيت ده تحديدا في ظل التصعيد المستمر من قبل القوات الإسرائيلية فندم. يعني هو ده بيبقى تأكيد لجميع قرارات الأمم المتحدة السابقة اللي هي حق الشعب الفلسطيني الغير قابل للتبديل أو التعديل، دايما كل سنة بيصدر قرار بهذا. فده في صلب القرار صلاحية أو تأهل فلسطين للعضوية بيقول إن لها أراضي، والأراضي دي هي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وإن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره. صحيح. لأن إسرائيل بتنكر هذا الحق، وإحنا شفنا يعني مندوب إسرائيل وكيف أن هو يعني صرم الميثاق الأمم المتحدة اللي هي أصدرت قرار من نفس الجمعية العمومية بإنشاء دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. فمعنى إنكار حق الجمعية العمومية في إنشاء دولة أو في الاعتراف بدولة عضوية كاملة، يعني معناها أن إسرائيل تسقط عضويتها، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي أعطتها كيان الدولة وقبلتها عضوة. فأدي بالنسبة لتقرير حق الشعب الفلسطيني في ضرورة حصوله على الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يعني ده تأكيد لقرارات سابقة. معالي السفير، كنت عايز أسأل حضرتك، هل الجمعية العامة من حقها تخلي يعني تقدر تدخل أي عضو، ولا الموضوع يلزم موافقة مجلس الأمن؟ لا، لازم مجلس الأمن. لازم. يعني هو ما تقدرش بالرغم التصويت والموافقة بأكثر من ثلثين الأعضاء. يحال، لان هو الشرط في الميثاق ان موافقه الجمعيه العموميه ومجلس الامن دون اعتراض احد من الاعضاء الدائمين. احنا شفنا لما عرض اولا على مجلس الامن لم تعترض الا دوله واحده، فده يعني اثار استياء مجموعه الدول العربيه ومجموعه الدول العالم كلها، لان في 138 دوله كانت معترفه بفلسطين. فبالتالي رأوا ان هم يعيدوا مره اخرى التصويت في الجمعيه العموميه لاعادته لمجلس الامن، والتوصيه بان يعيد النظر في قراره السابق. فهي لازم يكون في موافقه مجلس الامن والجمعيه العموميه. طيب سعادة السفير، يعني المفروض ان تفعيل الحقوق والامتيازات دي يا فندم هيكون في الدوره 79 تقريبا. يعني اعتبارا هي الدورة بتعقد في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر دايما. فبتعقد الجمعية العمومية، خلاص هتبقى فلسطين
أصبح لها مقعد دائم تقعد فيه في القاعة اللي بتقعد فيها الجمعية العمومية، سواء إنها حضرت أو ما حضرتش أو حضر مندوب كبير أو مندوب صغير، لكن لها زي كل الدول لها مكان مخصص ليها. وبعدين بتقدر بقى تلقي كلمات، وتقدر تلقي كلمات نيابة عن مثلا المجموعة العربية أو نيابة عن المجموعة عدم الانحياز. يعني أصبح لها حقوق، وده كان ذكاء من صياغة المشروع القرار، انهم عارفين ان لو راح مجلس الامن الفيتو الامريكي هيمنع صدور قرار، فبالتالي ارادوا ان هم يعطوها مزايا يعني تكاد تصل الى انها دوله عضو كامل العضويه. صحيح. نتمنى طبعا الامور تكون في افضل حال، وطبعا نتمنى دي تبقى البدايه لان الحقوق ترجع لاصحابها، وكمان نزيف الحرب ينتهي بخير وسلام. نشكر جدا معالي السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. طبعا مصر مستمرة في إدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة، طبعا رغم كل يعني المعوقات اللي بنشوفها الأيام الأخيرة. مصر والأردن والإمارات نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كل الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة اللي بيواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة. هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضرتكم مرة تانية. استمراراً للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة. أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2%.
وبلغت نسبة الفقر في الريف لـ 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكتر من تريليون جنيه. المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019. ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023. والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة، انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة، اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن. بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014. ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص. كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل 7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي. فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن.
حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. شفنا في التقرير اللي فات جهود الدولة وقد إيه مصر بتقوم بحاجات كتيرة جدا إن هي يعني بتعمل على مصلحة المواطن في كل الاتجاهات وفي كل مناحي الحياة زي ما احنا بنشوف. كمان من يعني من أهم الحاجات اللي بقت يعني الدولة بتحاول إن هي تساعد فيها المواطن، وإن كتير من المواطنين بيحاولوا إن هم يعني يتصالحوا ويقننوا أوضاعهم. تصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على اهتمام المواطنين عقب بدء العمل به رسميا. تم أو تضمن القانون بعض المزايا اللي بتهدف للتسهيل على المواطنين. احنا التفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني إحنا شايفين إقبال من الناس إن هم يعني يقننوا أوضاعهم ويعملوا بالقانون الجديد خصوصا مع بدء العمل به رسميا. عايزين نعرف من حضرتك أهم التسهيلات اللي بتقدم للمواطنين وإزاي يعني يتم أو يبقوا عارفين أصلا إن قانون التصالح إيه الخطوات اللي هيمشوها. يعني هو بالفعل في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء تيسير على أهلنا في المحافظات المصرية راغبي التصالح، وده في الإجراءات وده بيحفز على التقدم من خلالهم طلبات تقنين أوضاعهم، ومع التمسك طبعا بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. جات العديد من التسهيلات وفقا لقانون 187 ل 2023 ولائحته التنفيذية 1121 ل 2024 استهدفت إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، وده بضوابط طبعا زي خطوط التنظيم، زي مباني متميزة، متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق الارتفاق. كذلك الأمر من التسهيلات السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء كنا بنتكلم على سكني وغير سكني. كذلك الأمر أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز في بعض على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها واللي بيستحيل أو يصعب إزالتها مع دفع 3 أضعاف سعر المتر بعد العرض من جانب الوزير المعني بذلك، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية بحيث أنه مع الوزير هشام أمل وزير التنمية المحلية كلف السادة المحافظين بأن هم على مستوى كل مركز يكون فيه من لجنتين إلى 3، وكذلك الأمر على مستوى المدن عدد اللجان اللي هي الخاصة بالفحص تكون أكتر بحيث أنها يبقى فيه مرونة أكبر. كذلك الأمر أجاز القانون لدولة رئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، وده لزيادة المرونة. كذلك اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% من القيمة المقررة للتصالح، وسعر المتر بيبتدي من 50 جنيه في القرى ويصل إلى 2500 جنيه في المدن، وأعطى نسبة تخفيض 25% كمان في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فايدة. كذلك الأمر أتاح القانون السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط طبعا بتحددها اللائحة التنفيذية. وكمان أتاح القانون بسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون السابق 17 ل2019 والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات اللي تمت في القانون الجديد، والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر ولا يجاوز ارتفاعها 3 أدوار. كل دي تسهيلات أتاحها القانون الجديد ما كانتش موجودة في القديم، وده طبعا من شأنه بيساعد أهلنا في المحافظات المصرية رغيب التصالح في التقدم للمراكز التكنولوجية في المحافظات المصرية، وهو ما قائم بالفعل أو فتح التقدم أونلاين عن طريق بوابة خدمات المحليات أو عن طريق الجزء المتعلق بالمراكز التكنولوجية بحيث أنه دكتور خالد بجد تحياتي لحضرتك.
اهلا وسهلا يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور حضرتك كنت بتقول ان ممكن اي حد يقدم دلوقتي عن طريق ابلكيشن او اونلاين، وعايز اسال كمان حضرتك بعد التقديم سواء اونلاين او عن طريق التوجه للمحافظه او الحي او المنطقه التابعه، بيتم تقريبا الموضوع بياخد وقت قد ايه؟ شوف يا فندم، اول ما حضرتك بتروح المركز التكنولوجي بتستعلم، بتقدم على حاجه اسمها شهاده بيانات التصالح. الشهاده دي بيبقى مثبت فيها الاسم حضرتك ورقم القومي والمكان اللي حضرتك فيه المخالفه وطبيعه المخالفه والجهه الاداريه اللي حضرتك تابع ليها، اذا كانت زراعه، اذا كانت الاوقاف، اذا كانت المحافظه الى غير ذلك، اذا كانت مجتمعات عمرانيه الى غير ذلك. وبعد لما حضرتك بتقدم على هذا الطلب، بيستخرج هذا الطلب في حدود اسبوعين، حضرتك بتستلمه وبتروح تكمل بقيه الاوراق بتاعه حضرتك سواء الرسومات الهندسيه وغيرها من المطلوبات اللي موجوده. ثم بعد ذلك حضرتك بترفع هذا الكلام اونلاين، بتعمل له سكان وترفعه على صفحتك على التطبيق تصالح او على بوابه خدمات المحليات لاجراء التصالح. ثم بعد ذلك حضرتك لما بتروح تتقدم للمركز التكنولوجي مرة أخرى وتدفع الرسوم وجدية التصالح، بيبقى في خلال 60 يوم من هذا التاريخ، لأنه حضرتك الميزة في هذا القانون إن حضرتك بتقدم كل الأوراق مستوفاء يوم التقدم للتصالح، وبالتالي مش هيبقى فيه جزئية من المروح والمجي على المركز التكنولوجي. في حتة ملحوظة في غاية الأهمية، هو أن اللي بيستلم من حضرتك الورق مش هو اللي بيقوم بالفحص أو غير ذلك، لا، هو حضرتك في فصل ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. اللي بيقدم لحضرتك الخدمة لجنة الفحص دي حضرتك مالكش علاقة بيها تماما، وبالتالي هنا نوع من أنواع الحوكمة، بحيث يبقى هنا في شفافية كاملة. دكتور معلش، حضرتك قلت في كلام حضرتك ان في بعض الطلبات ممكن حد يعيد تقديمها مرة تانية بالرغم من الرفض، ايه المخالفات اللي يمكن التصالح فيها؟ المخالفات اللي يمكن التصالح فيها انا قلتها قبل كده، اللي هو السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني وغير سكني، الإمكانية التصالح في طبعا المخالفات اللي كان محظور عليها قبل كده اللي هي خطوط التنظيم او مباني المتميزه. مباني المتميزه حضرتك لما بتروح بتتصالح بيبقى في المكان بتاعها والاشتراطات بتاعتها، بتبقى طبعا اشتراطات بيحطها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبالتالي بيبقى عليها بعض الأمور، وبالتالي لازم موافقة جهاز قومي للتنسيق الحضاري. متجاوز برضو قيود الارتفاع والطيران المدني، لو حضرتك يبقى لازم برضو موافقة الطيران المدني. ده كانت حاجات ما كانتش بيتصالح عليها قبل كده، حدود زي حقوق الارتفاق برضو دي ما كانش بيتم التصالح عليها، النهاردة بيتم التصالح عليها. لكن في أمور يصعب التصالح عليها، لما مثلا أراضي تابعة للأثار أو أراضي تابعة لنهر النيل، يعني فيها في على نهر النيل، طبعا كل دي حاجات طبعا محظور التصالح عليها. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، كنت معانا على الهاتف يا فندم. شكرا جزيلا لكل ما استفدت بيه من معلومات. نروح للخبر اللي بعده. الخبر بيقول نظم مهرجان إزيز الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية مؤتمرا صحفيا، وذلك الإعلان عن تفاصيل دورته التي يقوم بالمجلس الأعلى للثقافة، هيكون المهرجان هناك. ونروح دلوقتي نشوف التقرير اللي عملته زميلتنا مارفل نيكولا. نطلع نشوف التقرير وبعد التقرير خليكم معنا. تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلسين القوميين لحقوق الإنسان والمرأة، عقد مهرجان إزيز الدولي للمسرح مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة. مهرجان إزيز الدورة الثانية مفروض أن هي من 16 إلى 22 مايو، وهو في العديد من المحاور، محور العروض هو بيقدم عروض من جميع أنحاء العالم، من الوطن العربي ومن خارج الوطن العربي ومن مصر، عروض اللي صنعتها امرأة أو بتتناقش قضايا المسرح وصنعها رجل. فأنا بعتز بكوني بنتمي للمسرح جدا، وإن أنا قدمت هذا الكم من الأعمال، ولما يجتمع المسرح والمرأة الحاجتين اللي أنا متحيزة ليهم وبعتز ليهم، فيبقى هو مهرجان إزيز المسرح المرأة
اللي انا متشرفه برئاسه الدوله دي السنه دي، واللي انا الحقيقه شايفه مجهود عظيم من النساء ومن السيدات، يعني مخرجات وكاتبات وناقدات كلهم على مستوى عالي جدا من الثقافه ومهتمين جدا ان احنا نقدم موضوعات عن المرأة. بدأ المؤتمر بمشاهدة فيلم عن نشاط وتكريم عدد من الفنانين في المهرجان بدورته الأولى، أعقبها مشاهدة فيلم عن الدورة الثانية والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، فضلا عن تكريم 5 شخصيات مسرحية مهمة من مصر والوطن العربي. تكريمي على ما أظن، بس هو طبعا هم أحسن هم اللي يقولوا، إنه له علاقة بمجمل الشغل اللي أنا عملته، سواء في يعني الرقص المعاصر كراقصة كمصممة كمخرجة لعروض. إحنا عملنا المهرجان من أجل المسرح ومن أجل المرأة المبدعة، لأنه يهمنا إظهار إبداع النساء المسرحيات سواء في مصر أو في الوطن العربي أو على مستوى الدول الأجنبية، وعشان كمان نعمل تشبيك بيننا وبينهم، فالمبدعات على مستوى العالم يعرفوا بعض، ونحاول نأكد على أنه المبدعات لما بياخدوا الفرصة بيحققوا حاجات كويسة. تعد المرأة جزءاً لا يتجزأ من الفن المسرحي، ولو كان الفن المسرحي يعني شيئاً فهو تحويل الكلمات إلى منتج بصري وسمعي قائم بذاته على تشكيل هوية المرأة المصرية. من داخل المجلس الأعلى للثقافة، مارفين نيكولا، ميساد. برحب بكم جديد، وشفنا قبل الفاصل تقرير اللي عملته زميلتنا مارفل نيكول عن مهرجان إزيز الدولي. خبر دلوقتي على يخص الرياضة وعشاق الساحرة المستديرة. الخبر بيقول يلتقي اليوم فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في هذا العام مع نظيره نهضة بركان المغربي، حيث تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني ب3 نقاط نظيفة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير أندرو، وكل سنة وانت طيب وكل سنة وانت طيبين. حضرتك بالصحة وسام، ودايما منورنا في صباح مي. الله يخليك. عايزين يا كابتن نعرف النهاردة المباراة تكون الساعة كام، ويا ترى تم تحديد مباراة العودة ولا لسه؟ المباراة الساعة 10 مساء توقيت القاهرة، 8 توقيت المغرب، ومباراة العودة بعدها بأسبوع إن شاء الله في نفس اليوم زي النهاردة برضو، وهتبقى في استاد القاهرة إن شاء الله. طب يا كابتن عايزين نعرف، هل تم استعداد، تم إعلان التشكيل النهائي للفريق؟ لا طبعا، ما فيش مدرب أبدا أندرو هيعلن التشكيل قبل المباراة بيوم كامل عشان ما يكشفش كل أوراقه، ولكن خلينا نقول انه يعني في اتفاق على 9-10 عناصر كده، عواد في حراسة المرمى، ناحية اليمين عمر جابر، ناحية الشمال فتوح، السرد باكين المسلوسي وحسام عبد المجيد، خط الوسط هتلاقي طبعا دونجا، وممكن النهاردة يشرك محمد شحاتة من البداية لأنه الفريق ده عنده شراسة هجومية وعنده انطلاقات من الجانبين عالية جدا، فممكن تلاقي من البداية محمد شحاتة بجانب دونجا، وكان محمد شحاتة بينزله لفترة في الشوط الثاني 3 ساعة نص ساعة، لكن النهاردة أغلب الزمن تلاقيه موجود. وهتلاقي كمان زيزو طبعا أكيد لي مكان وأهم جدا، وهتلاقي أحمد حمدي
وفي الأمام سيف الجزيري، ويبقى الاختلاف على اللاعب فقط في التيم كمان مع الفريق ده. يعني هل ممكن يكون اللاعب اللي هيلعب ده الخامس أوباما؟ هل ممكن يكون لاعب آخر يعني سامسون مثلا؟ هل ممكن يكون نداي؟ لكن هو العشر عناصر اللي أنا قلتها دي يعني بنسبة كبيرة جدا هتشارك في اللقاء. صحيح. كابتن حضرتك شايف يعني خط سير المباراة هيكون إزاي؟ هل الفريق قوي؟ هل استعداداتنا احنا خدنا استعداد كافية بالنسبة لفريق الزمالك؟ شايف المباراة إزاي؟ والله يا استاذ مايكل عايز اقول لحضرتك انه يعني السادات بتاعت الزمالك، الزمالك راح في وقت مناسب، يعني راح غادر يوم الخميس صباحا وتدرب يوم الاول بيبقى تدريب خفيف في فك العضلات، وبعدين بيبقى التدريب التدريبات الرئيسيه بقى يوم الجمعه والسبت. امبارح كان التدريب على ملعب بركان، ده بيساعد 10,000 متفرج، والزمالك لعب عليه قبل كده في 2019. بس العناصر اللي فاضله من 2019 للنهارده يعني هتلاقي 3-4 لعيبه. يعني قبل كده الزمالك قابل نفس الفريق يا كابتن؟ طبعا في النهائي الكونفدراليه واتغلبنا 1-0 هناك، وكسبنا هنا 1-0، وكسبنا ركلات ترجيح في استاد برج العرب، وكان في شهر رمضان كمان. فبالتالي يعني احنا عارفينه كويس وهو عارفنا، لكن زي ما انا قلت لك معظم العناصر تغيرت. يعني سيف الجزيري ما كانش موجود، حمزه المسلوسي ما كانش موجود، عمر جابر كان طبعا موجود بره محترف في امريكا ورجع بعد كده على بيراميدز، فتوح ما كانش لسه تصعد او بيلعب اساسي مع الفريق الاول، فمعظم حسام عبد المجيد طبعا كان لسه ما تصعدش. يعني انت كابتن شايف مستوى الفريق المغربي النهارده عامل ازاي؟ والله فريق قوي جدا مفيش شك. يعني الفريق ده وصل 4 مرات للنهائي في ال5 سنين الاخيره. يعني بعد ما قابلك في النهائي 2019 خد البطوله مرتين، ووصل النهائي كمان النهارده بجانب النهائي اللي كنا بنتكلم عليه في 2019، يبقى وصل لاربع نهائيات من 2019 ل 2024، انجاز جامد جدا. اكيد فريق قوي جدا. طب يا كابتن في حاله التعادل عند بطل كاس المغرب، وبعدين هو ثالث الدوري في المغرب بعد الجيش الملكي اللي هو بطل الدوري السنه اللي فاتت، وبعد تيم الرجاء اللي هو في المركز الثاني. طب يا كابتن في حاله التعادل ان شاء الله، ما يكونش في تعادل نكسب ان شاء الله المباراه، يعني في حاله التعادل النهارده وكمان الاسبوع الجاي يكون في تعادل، هل هيكون في وقت اضافي ولا بنلجا لضربات الترجيح؟ ما هو بقى التعادل كام؟ لو التعادل بنفس النتيجة ذهابا وعودة هتلجا لركلات الترجيح، لو التعادل بأهداف يعني أنت النهارده مثلا طلعت 1-1 وهنا 0-0 أنت تكسب البطولة. صح. هناك مثلا طلعت 2-2 وهنا 1-1 أنت تكسب البطولة عشان أنت سجلت أهداف خارج ملعبك أكتر. صحيح. إنما لو طلع 0-0 هناك و0-0 هنا أو 1-1 هناك و1-1 هنا لازم تلجا لركلات الترجيح. عايز اقول لك كمان صعوبه المباراه ان رئيس النادي ده كان لسنوات فوزي لجع اللي هو رئيس الجامعه المغربيه، رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم. هو الراجل ده من نفس المدينه ديت، وهو اللي وضع القواعد الرئيسيه في الفريق وفي التيم وتولى ادارته، وبعدين بعد ما حطه على الطريق الصحيح بقى بيتابعه برضه بقوه ولكن عن بعد، لان هو رئيس للاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه. طب وفوزي لجع معروف طبعا انه حاليا يعني له نفوذ قوي جدا داخل الكاف. صحيح. ويعني من الناس اللي عملت طفره كبيره جدا جدا في المغرب، خدوا مركز رابع في كاس العالم، هينظموا كاس العالم 2030، هيستضيفوا كاس الامم السنه الجايه. يعني في طفره كبيره جدا 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 في الكره المغربيه، يعني وفوزي لجع اللي هو الرئيس السابق لنادي بركان واحد ابناء بديل بركان بينتمي ليها. يعني كابتن ليه هيلجأوا على طول لضربات الترجيح؟ ليه ما يكونش في وقت اضافي؟ والله في حاله التعادل يعني. هو بص هو كل مسابقه وليها نظامها يعني، لكن هو كان النظام الموجود في الفترة اللي فاتت كان بالشكل ده، لكن ممكن جدا ان هم يعملوا تعديل او كده، بس ما فيش تعديل احنا قرينا عليه يعني طبعا مش هنقد لكن انا الحقيقة لو سألتني على رأيي انا ضد موضوع ركلات الترجيح ده.
يعني أنا بشوف إنه البحث عن حل آخر. وأنا النهاردة عندي أجهزة بتبين من خلال التحليل أنا سيطرت على الكرة كم مرة، جالي كم كورنرز، سددت كم تسديدة بين الثلاث خشبات. ليه ما نعملش على الحاجات دي نقاط؟ وفي حالة التعادل هناك وهنا الفريق اللي سيطر أكتر واللي هدد المرمى أكتر واللي استحوذ على الكرة أكتر يكون ليه الأولوية. ما أنت النهاردة أنت ممكن تطلع معايا 0-0 بس أنت ما رحتش لجولي خالص. أيوه هيكون ليه الأولوية بالفوز يا كابتن ولا أولوية بإيه؟ لا انا بقول انت بتقول يعني موضوع ركلات الترجيح ده يعني مشكله، انا بقول لك اه لانه بيبقى في ظلم لو فريق يعني هاجم ومسك كوره ولعب كويس والحظ ما قبلوش، انت بتيجي تحسم الماتش بعد كده بشوطات من نقطه ثابته. هو ممكن يا كابتن يكون ليه الاولويه انه ممكن يختار، يعني ممكن نقترح ان يكون يختار ما بين ضربات الترجيح او وقت اضافي، دي تبقى فيها يعني نوع من العدل شويه. لا انا شايف انه يتم الأخذ بالنظام اللي هو على مدار المباراة الفريق اللي كان أكثر سيطرة، أكثر تهديداً للمرمى، أكثر تسديداً بين الثلاث خشبات، أكثر ضربات ركنية، أكثر امتلاكاً للكرة، يبقى عنده أولوية من الفريق اللي كان سلبي. أنا شايف كده يعني. بس هي دي كرة القدم يعني فيها دايماً عنصر الإثارة وفيها مش هنقدر يا كابتن ما نتكلمش عن الأهلي بقى يا كابتن. موعد مباراة الأهلي والترجي إمتى؟ الأهلي إن شاء الله بيلعب الأسبوع الجاي. عنده طبعا المباراة الأولى هتبقى في تونس إن شاء الله يوم السبت، ومباراة العودة هتكون بعدها بأسبوع. والنادي الأهلي طبعا لعب مع الترجي كتير قبل كده عدة مرات، دي مش أول مرة في السنة الأخيرة، يعني لعب السنة اللي فاتت ولعب السنة اللي قبليها ولعب معاه في 2019 يعني لعب معاه مرات كثيرة 2018 عفوا. فمباراة الذهاب هتبقى في تونس في ملعب حمادي العجربي ويوم 18، ومباراة العودة هتبقى في القاهرة بعدها بأسبوع إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في مباراته مع نادي بركان المغربي. بشكرك جدا كابتن طارق رضوان المحلل والإعلامي القدير. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار لكن بعد الفاصل.
حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. من حوالي كده 19 سنة يعني في 2003 تقريبا كانت العاصفة الشمسية. الأيام اللي فاتت كان في عاصفة شمسية بتضرب الأرض، والبحوث الفلكية بتكشف الحقيقة وإيه أضرارها. رصدت وكالات أبحاث الفضاء العالمية أكتر من انفجار شمسي على سطح الشمس خلال الفترة الأخيرة الماضية، أكدت أن هذه الرياح الشمسية قوية جدا وعالية الطاقة. إحنا علشان نعرف أكتر عن الموضوع يكون معنا دكتور ياسر عبد الفتاح، أستاذ ورئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني احنا عايزين نعرف فكره اكتر عن العاصفه، هي كانت تقريبا اخر مره سنه 2003 صحيح؟ وايه هي يعني لو حضرتك تدينا كده فكره، وايه هي ايه اضرارها؟ ماشي. اولا اهلا وسهلا بحضرتكم بالساده المشاهدين. انا بس هبدا كلامي بان انا اصحح معلومه، تسمحي لي بس اصحح معلومه صغيره فجت في سياق كلام حضرتك. هي طبعا العواصف الشمسيه دي مش اخر مره كانت 2003، لا دي اخر عاصفه بالقوه ديت كانت 2003. ليه؟ لان الشمس كنجم هو طبعا جسم ملتهب غازي كعاده اي نجم، طبعا هو بيمر بدورات نشاط. دورة النشاط الشمسي بتاعته دهيت بتبقى مدتها تقريبا 11 سنة، بتزيد 11 و4 من 10، احيانا بتوصل اكتر اقل حاجة بتوصل، لكن في المتوسط بتاعها 11 سنة. ال 11 سنة دول بيبقوا 5 سنين صعود من فترة اللي هي الركود او الهدوء. بعد كده بتيجي السنة السادسة، هي سنة الماكسيمم اللي بيكون فيها بقى كل معظم الأحداث، وبعد كده بتتحول ل5 سنين هبوط مرة تانية وبتمشي بالشكل ده. فاللي حصل إن إحنا حاليا دلوقتي في ذروة الدورة الحالية اللي هي هتكون في الذروة ديت هتكون في السنة دي سنة 24، الدورة دي هتنتهي إن شاء الله في سنة 2030. بدأت الدورة دي امتى؟ في او متأخرة شوية، في أواخر ديسمبر 2019. وكان متوقع ليها إنها هتكون دورة هادية بالنظر إلى الدورة اللي قبليها، لأن هو كان في فترة كده حصل إن الدورات كانت ورا بعضيها هادية، وفعلا لقينا إنها يعني سنة اتنين بهدوء لغاية من 2021 وابتدت العملية تبقى تشد يعني بالنشاط بتاعها. اللي حصل الايام دهيت وتحديدا في نهايه الشهر اللي فات، تحديدا كمان يوم 30 ابريل، ظهرت منطقه نشطه على سطح الشمس بدات انها تخرج الانفجارات الشمسيه دهيت وتخرج مقذوفات كتليه. انا بس برضو عايز ارجع سنه واقول لحضرتك ان هو الانفجارات دي عباره عن ايه. طبعا الجسم الشمس كجسم غازي بيتم فيه اندماج نووي لتحويل ذرات الهيدروجين الى هيليوم. طبعا الفرق الطاقة ما بين المركب الجديد وبين الهيليوم عشان يستقر بيكون هو اللي بيطلع لنا في شكل الطاقة اللي جاية من الشمس والضوء والحرارة احنا بنستمتع بيها. فزي ما قلت لحضرتك المنطقة اللي هي النشطة دهيت اللي هي خدت رمز كده R3664 من يوم 30 ابريل نشطت بشكل حاد جدا وبدأت ترسل مقذوفات كتلية واللي هي عبارة عن جسيمات أولية مشحونة شديدة السرعة. طبعا المسافة دي بتتقطع المسافة منها لغاية الأرض، طبعا المسافة تقريبا حوالي 149 وكسر مليون كيلومتر مربع. صحيح. فبتاخد لها على حسب سرعتها كده يوم أو ليلة أو يوم أو يوم وليلة بالكتير عشان توصل. صحيح. دكتور ياسر صباح الخير يا فندم. وصلت. أيوة صباح الخير يا فندم، منورنا. صباح النور يا فندم. بس انا عايز اوقف حضرتك عن حاجه، انت عارف حضرتك يعني احنا المصطلحات دي صعبه شويه علينا احنا. وعاصفه شمسيه وحضرتك قلت في انفجارات، عايز اسال حضرتك عشان نبسط الموضوع كمان للمشاهد، هل العالم هيتاثر؟ وبتكلم كمان عن مصر، هل احنا مصر هنا هنتاثر بالموضوع ده او الموضوع ليه اضراره؟ تمام. هو انا كنت جاي لحضرتك في الكلام فعلا، لان هو وصول الشحنات دهيت بتضرب الارض، لكن المجال المغناطيسي بتاعها هو اللي بيحمينا وبيحمي كافه اشكال الحياه منها. بتظهر ايه بقى الاخطار بتاعتها اللي هي ممكن تحصل؟ بتكون طبعا تعطل في شبكات الجي بي اس الاتصالات، بيحصل راديو بلاك اوت. يعني ايه؟ يعني بتحجب موجات الراديو اللي هي بتزاد عاليه التردد اللي هي الاتش اف. تمام؟
دي ممكن تأثر طبعا على كمان على نظم الملاحة، على يعني طبعا هي في ليها كمان تأثيرات يعني ممتعة أو رائعة، اللي هي بتظهر في شكل الشفق القطبي في القطبين والخطوط العرض العليا سواء شمالا أو جنوبا. لكن علشان شدة العاصفة اللي حصلت، اللي هي تعتبر أشد عاصفة جت من بعد من 2003، ده بقى تصحيح المعلومة اللي قالتها الأستاذة الفاضلة في أول التقديم، يعني إن هو الأرض لم تشهد عاصفة مغناطيسية بهذه القوة من 2003. طيب. هل ده يا دكتور هيأثر بشكل مباشر على درجة حرارة الأرض؟ لا معلش، هنا بقى عشان بس الناس بتفتح الأبواب لتفسيرات بقى أن درجة الحرارة هو ده السبب. لا، الحرارة بدأ من قبليها، وإحنا طبعا ما ننساش أن إحنا خلصنا فصل الشتاء، وده المناخ اللي هيبتدي في فصل الربيع، وهو متقلب ما بين أيام حر وأيام برد. دي مش التأثير المباشر بتاعها، لكن هو زي ما أنا قلت لحضرتك أن هو تأثيرها على الاتصالات والجي بي اس ونظم الملاحة، يعني دي أهم حاجة اللي هي بتأثر عليها. طيب دكتور ياسر، يعني التحذيرات اللي بتيجي من الوكالات للشركات ده بيكون الهدف منها يعني بيكون الهدف للشركات أكتر مش للناس، صحيح؟ هو الأضرار للحفاظ على البنية التحتية يعني. طبعا ايوه، الاضرار بتكون معظمها اقتصاديه. ما هو طبعا لازم نعرف نوعيه الشركات اللي هي بتدي لها التحذيرات. اولا الشركات اللي بتعتمد في اتصالاتها على موجات الاتش اف الراديو عريض التردد، اللي بتعتمد على الجي بي اس، اللي بتعتمد على الملاحه، جميع انواع الملاحه الجويه او البحريه او غيرها، دي كلها ممكن التعطل ده يسبب لها اضرار اقتصاديه. يعني يمكن المواطن العادي مش هيحس بيها، يعني زي الناس لسه حتى كانوا بيسالوني طب ده احنا هيأثر علينا احنا كبشر؟ لا، احنا ممكن الانسان اللي ماشي في الشارع عادي ما مش هيحس بحاجه بالشكل ده. هو بس زي ما قلت لحضرتك ان هو للمره الاولى تقريبا ان الشفق القطبي اللي هو كان بيتشاف في الاقطاب دوت اللي هو اللي بيسموه الاورورا يتشاف في المنطقه المداريه بتاعتنا. يعني انا وصلتني صور جايه من الجزائر، الجزائر في مدينه اسمها قسنطينه، دي على خط عرض 36، يعني بينها هو يعني الفرق بينها وبين خط عرض اسكندريه مثلا 4 درجات. دي اول مره تشوف ظاهره الشفق القطبي. ده معناه ايه؟ ان العاصفه فعلا ضربت يعني او يعني ضربت الارض بشكل حاد جدا وتغلغلت جوه خطوط المجال المغناطيسي بتاعها. فده ممكن يحصل التعطل بشكل حاد، وده متوقع يعني. فعشان احنا كده ده اللي احنا ممكن نحذر بيه الناس واصحاب المصالح في المجالات دي. احنا بنشكرك جدا دكتور ياسر على هذا التحليل الجميل. بنشكر حضرتك جدا دكتور ياسر عبد الفتاح، استاذ ورئيس معمل ابحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. مشاهدينا كده خلصت فقرة الأخبار، وهنروح مع حضراتكم لفقرة الصحافة، هيكون في ضيافة زميلي مايكل منصور أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي، هيكون معاكم في الاستوديو. خليكم معنا بعد الفاصل.